في هذا الفيديو الذي بين أيديكم سيتناول موضوع عن فوائد الطبيعة في حياة الإنسان. الطبيعة حاضرة أيضا عندما ننظر إلى المناظر الطبيعية ونندهش من جمالها، عندما تمطر ونشاهد القطرات تسقط على نافذتنا. أحيانا نخاف من الرعد ونخاف من ظواهر جوية شديدة الخطورة مثل الأعاصير أو الموجات المد والجسر أو الزنازل. الأحاسيس التي تولدها الطبيعة لا حصر لها. كل هذا يثبت لنا أن حياتنا في علاقة مباشرة بالطبيعة، وعلى الرغم من أننا نعتقد أحيانا أننا لم نعد بحاجة إليها، فهي موجودة في كل شيء ويجب علينا الاعتناء بها. الاهتمام بالطبيعة كضرورة أخلاقية. من كل ما تم تأسيسه من الواضح أن علاقتنا مع الطبيعة جوهرية، لا يمكننا أن نعيش بدونه، بدون كل موارده وعناصره، بدون كل ما يجعله مثاليا وجميلا وخطيرا. بصفتنا كائنات عاقلة، فإن الأمر متروك لنا لبذل الجهد اللازم حتى يستمر كل ما يقدمه لنا في الوجود في أكثر الظروف الأصلية الممكنة، بحيث يستمر في كونه مصدرا للموارد والجمال حتى تتمكن الكائنات الحية الأخرى البقاء على قيد الحياة إلى جانبنا في الكوكب المعقد الذي نعيش عليه. من المهم الحفاظ عليها والعناية بالطبيعة التي تم إنشاؤها منذ ملايين من التطور، ولكن يجب علينا أيضا كبشر أحياء على هذه الأرض أن نعتني بها كما تستحقها الطبيعة، حيث نمتلكها كوطن طبيعي. يمكن القول أن الطبيعة جزء من حياتنا اليومية، مع الأخذ في الاعتبار النسبية للأنواع النباتية والحيوانية التي تقوم بأنشطتها، ما يؤدي إلى توازن يسمى النظام البيئي للمنطقة المذكورة على أنها تنتمي إلى موطن طبيعي. يرتبط جميع الناس ارتباطا وثيقا بطريقة ثابتة وعملية وعاطفية بمكونات وعمل الطبيعة، ونشاركها في صيرورة الحياة. لذلك فإن الناس هم أيضا جزء من هيكل وعمل الطبيعة. من المهم أن نفهم إذن أن الاهتمام بالبيئة لن يسمح لنا فقط بالاستمتاع بالمناظر الطبيعية وكل ما خلقته الطبيعة في ملايين السنين من التطور، بل سيكون أيضا وسيلة لقدرة على الاعتناء بأنفسنا مثل أعضاء النظام البيئي المذكور، كأولئك الذين يحتاجون إليه ويجب عليهم حمايته من أجل رفاههم، وتجنب الاختلالات التي يمكن أن تنتهي بقاؤها، وتدمر جمال الطبيعة وتناغمها، وتترك عليها علامات لا تمحى وتعرض الحياة للخطر. مسؤوليتنا كاملة في مواجهة هذه المشاكل، وبالتالي يجب علينا التصرف وفقا لذلك لضمان الحياة التي تخصنا وحياة الكائنات الحية الأخرى التي تمر بهذه التغييرات دون أن نكون قادرين على فعل أي شيء حيال ذلك. فوائد خروج الإنسان إلى الطبيعة. إن مجرد خروج الإنسان إلى الطبيعة يمكن أن يشعره بالسعادة والسلام، وأثبت علم النفس أن قرب الإنسان من الطبيعة له تأثير إيجابي كبير على صحته، وهذا قد
يفسر سبب شفاء المرضى الذين تطل شرفاتهم على مناظر طبيعية في المستشفيات قبل غيرهم، كما يفسر سبب رغبة الأشخاص في الخروج إلى الطبيعة عند شعورهم بطاقة إيجابية. ومن الفوائد الإيجابية لخروج الإنسان إلى الطبيعة، يعزز خروج الإنسان إلى الطبيعة من صحته النفسية، فالطبيعة تساعد في تحسين وظائف الذاكرة، والمشي في مكان طبيعي مفيد للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب، فهو يحسن حالتهم المزاجية ويمنحهم المزيد من التفاؤل والدوافع للتحسن والعودة إلى حياتهم الطبيعية. إضافة إلى ذلك، يمكن القضاء بعض الوقت في الطبيعة من دون أجهزة إلكترونية أن يزيد من قدرات الشخص في حل المشكلات ويعزز مهارته الإبداعية. يدعم الجانب الروحي للإنسان، فقرب الإنسان من الطبيعة ينمي ويعزز رغبته في حمايتها، إذ أن وجوده في الطبيعة يجعل هناك رابطا روحيا بينه وبينها، ويجعله أكثر إدراكا وتقديرا لكل ما يشعر به ويشمه ويسمعه. يعزز مشاهدة الإنسان للمناظر الطبيعية مثل غروب الشمس أو السحب أو الغابات من انتباهه، ويحسن من مستوى طاقته، ويخلصه من مشاعر السلبية، ويقلل من إجهاده، يحسن الخروج إلى الطبيعة من الصحة الجسدية للإنسان، ويعالج بعض المشاكل الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والآلام المزمنة. يعزز الرفاهية الاجتماعية للإنسان، ويقلل من الرغبة في اللجوء إلى العزلة الاجتماعية، كما يساعد على التغلب على بعض الأعراض النفسية مثل الاضطراب المزاج والقلق. يحسن الخروج إلى الطبيعة والقيام ببعض الأنشطة مثل المشي واللعب والمستنة وما يشابهها إلى تحسين اللياقة البدنية والنفسية لدى جميع الفئات. فالأطفال الذين يقضون المزيد من الوقت في مكان طبيعي يمتلكون صحة بدنية ونفسية جيدة، وهم أقل عرضة للمشاكل الصحية مثل الربو والسمنة. كما أن المراهقين الذين يخرجون إلى الطبيعة يكونون متوازنين عاطفيا، ويمتلكون قدرات على التأقلم أكثر من أقرانهم الآخرين. أما بالنسبة لكبار السن، فخروجهم إلى الطبيعة يمنحهم المزيد من الأمل والإيجابية. يمد الخروج إلى الطبيعة تحت أشعة الشمس الجسم بفيتامينات د، وهو عنصر لا يحصل عليه الإنسان بكمية كافية من طعامه. وفيتامين د ضروري لصحة الجسم، فهو يحميه من العديد من الأمراض مثل هشاشة العظام والسرطان والسكري والزهايمر، كما أنه يعزز جهاز المناعة لديه. تتزايد الدراسات والأبحاث التي تؤكد الفوائد الصحية والنفسية التي نجنيها من تمضية الوقت في أرجاء، وقد حدا ذلك بالعديد من الشركات وخاصة اليابانية إلى إدخال ما يسمى علاج الغابات في البرامج المخصصة للعناية بصحة الموظفين. جميعا نعلم بالغريزة أن الوقت الذي نمضيه في أحضان الطبيعة يسهم في تعزيز ثقتنا بأنفسنا وفي رفع مستويات الطاقة والحيوية لدينا، كما يخفف من توترنا، يزيد في هدوئنا ومن قدراتنا على الإبداع. من منا لم يلجئ يوما إلى المشي في أرجاء الطبيعة في محاولة الإيجاد حل المشكلة ما؟ ومن منا لا يحل السكون في نفسه عندما يجلس مستندا إلى جذع شجرة، أو يسترخي على الشاطئ مستمتعا لصوت الأمواج الهادئة، أو يستنشق رائحة الأزهار في الحقول. والواقع أننا نعرف تماما أن الطبيعة أفضل وأرخص غذاء للروح، وتجدر الإشارة
إلى أن هناك مئات الدراسات التي تبرهن على أن الوقت الذي نمضيه في أرجاء الطبيعة مفيد لنا على مستويات عديدة. ففي دراسة أجراها الباحثون في جامعة كانساس الأمريكية في السنة الماضية، تبين أن الأشخاص الذين يقضون أوقات طويلة في الطبيعة ينجحون في رفع المستويات قدرتهم على التبصر وعلى حل المشاكل والابتكار بنسبة 50%. من جهة ثانية، أظهرت إحدى الدراسات الإحصائية التي أجريت في بريطانيا أن 80% من الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم سعداء في حياتهم يقضون أوقات طويلة في الطبيعة وتربطهم علاقات قوية بكل ما هو طبيعي. ويقول المتخصص البريطاني ستيفن موس أن الاحتكاك المتواصل والمتنظم بالطبيعة يؤدي مع الوقت إلى رفع مستويات الرضا والسعادة في الحياة بشكل عام. أما اليابانيون فقد أظهروا في دراسة أجريت في الأبحاث في إيباراكي أن تمضية الوقت في أرجاء الطبيعة يسهم في خفض مستويات الكورتيزول أحد هرمونات التوتر، وفي التخفيف من سرعة ضربات القلب ومن ضغط الدم، وفي رفع مستويات بعض المؤشرات المرتبطة بالإحساس بالارتياح وبالاسترخاء. وكانت دراسة اليابانية أخرى قد أظهرت أن المشي في الغابات يساعد على التحكم في مستويات سكر الدم ويزيد من نسبة البروتينات المضادة للسرطان. وتعلق المتخصصة الأمريكية في العلاجات الطبيعية سارة سيبرمان قائلة إنه من الصعب تقديم تفسير شامل لفوائد علاج الغابات، غير أن النباتات الخضراء والأصوات المهدئة المنبعجة من جداول الماء والشلالات ورائحة الأشجار والنباتات والأزهار في هذا الإطار البيئي الطبيعي كلها تلعب دورا في توفير هذه الفوائد. وتضيف إن العلاج الغابات مثال جيد عن كيفية اعتماد صحة الإنسان على صحة بيئته الطبيعية. كذلك فإنه سبب ممتاز أيضا لتوجه في نزهات على الأقدام في الغابات. أما إذا كنا نقطن في المدن ويتعذر وصولنا إلى الغابة، فيمكننا الحصول على فوائد صحية عن طريق إنشاء بديل للغابة في منزلنا. وتنصح سبرمان بتوزيع النباتات داخل المنزل وفي الحديقة إذا توفر، وبالاستمتاع للأقراص المدمجة سجلت عليها أصوات طبيعية. كذلك من المفيد تنشق رائحة الزيوت العطرية النقية مثل زيت الأرز، الصنوبر والعرار باستخدام مبخر الخاصة بالزيوت في المنزل. وتشير إلى أن النباتات المنزلية المفيدة أيضا لصحتنا، لأنها تساعد على تنقية الهواء من الغازات والمواد الكيميائية السامة. يؤكد مؤلف كتاب مبدأ الطبيعة البريطاني ريتشارد لوف أن الطبيعة منشط وعامل فاعل في التخفيف من شعورنا بالوحدة، ويشير إلى تقرير نشره مركز البيئة والمجتمع في جامعة إسكس البريطانية في العام 2009. أظهر أن البيئة الطبيعية تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين المزاج وتعزيز الثقة بالنفس، وهي تعمل في الوقت نفسه على تخفيف من الشعور بالغضب، الاكتئاب، التوتر والارتباك. ويضيف أن ما يختبره الواحد منا شخصيا تؤكد الدراسات العلمية، فالوقت النوعي الذي نمضيه في الطبيعة يمكن أن يكون علاجا فاعلا وقويا ضد التوترات السامة التي نتعرض لها في حياتنا. وتعميق علاقتنا بالطبيعة يمكن أن يتم ببساطة عن طريق خروجنا في نزهات على الأقدام في الحدائق العامة أو المنتزهات أو الشاطئ البحر، كما يمكن أن يتم بشكل إشمال
مثل أن نقضي فترة طويلة منغمسين في شبه عزلة في البرية، وتتوافر في يومنا هذا الخيرات أخرى مثل النوادي الرياضية الخضراء، العلاجات باستعانة بالحيوانات، والعديد من برامج العلاجات الطبيعية المختلفة. وليست هذه العلاجات كما قد يعتقد البعض مخيمات تدريب في الطبيعة تتضمن مغامرات شاقة، بل هي برامج تضعها مجموعات من محبي الطبيعة أنصار البيئة الخضراء إلى جانب معالجين متدربين يكرسون فيها قدرات الطبيعة الشافية لخير الناس ومنفعتهم. ويقول المتخصص البريطاني في العلاج النفسي مارتن جوردان أن المشاكل مثل الاكتئاب والشعور بالعزلة يمكن حلها عن طريق الانغماس في الطبيعة، وتتوافر في عيادته الخاصة جلسات علاج فردية أو جماعية في هواء الطلق وفي إطار طبيعي. وفي هذه الجلسات يمكن للفرد أن يمارس التأمل المركز على الطبيعة، أو يكتشف علاقته بالطبيعة، أو يكرس وقتا للاسترخاء في إطار طبيعي، وغير ذلك من أنواع السلوك المرتبطة بالطبيعة. ويقول جوردان أن هذه الجلسات تساعد على بروز مناظر طبيعية داخلية في تفاعل مع المناظر الخارجية الطبيعية التي تدعم، تتحدى وتساعد الشخص في رحلته العلاجية. ويعلق جوردان قائلا أن هذا النوع من العلاجات يدحض الأسطورة القائلة إن نفس الإنسان منفصلة عن الطبيعة، ويشكل أكثر عفوية من جلسات العلاج. تنظم المتخصصة البريطانية في العلاج النفسي والعلاج الطبيعي مجموعات تنطلق في أرجاء الطبيعة، ويلتقي أفراد كل مجموعة لمدة 3 ساعات في الشهر ليستكشفوا ويعمقوا علاقتهم بالطبيعة وبأنفسهم وبمجتمعهم عن طريق القيام بتمارين وأنشطة مستلهمة من الفصول الطبيعية، مع فترات استراحة واحتساء الشاي في جلسات حول النار. تقوم مع المجموعة بتمارين تحت نجوم السماء الشتوية وفي أشعة شمس الصيف وتحت سماء غائمة. أن تخصيص الوقت الكافي للسكن في عالم الطبيعة هو طريقة ترميمية نحو الإحساس والتعافي وبالرضا وبالتكامل النفسي والذات. ويمكن للفرد الإحساس بشعور الرضا هذا خلال القيام بالأنشطة المشتركة مع بقية أفراد المجموعة، أو في جلوس حول الموقد، أو في التجول وحده بين الأشجار. وتلاقي مجموعات العلاج في الهواء الطلق رواجا كبيرا هذه الأيام، ربما بفعل تزايد التأثير بل وغزو وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف النقالة. ويجمع المشاركون في مثل هذه المجموعات على القول أنهم يستفيدون كثيرا من فترة وجودهم في أرجاء الطبيعة، فهي تساعدهم على التمهل والتأمل وعلى فهم واستيعاب الفصول الدورات الطبيعية وعلاقتها بحياتهم الخاصة. ويؤكدون أن رؤيتهم للأمور تتبدل إيجابيا بعد المشاركة في هذه الرحلات العلاجية في الطبيعة. نصائح لتقوية الرابط بيننا وبين الطبيعة، لتعميق علاقتنا بالطبيعة والاستفادة من قدراتها الشافية. الجلوس في موقع هادئ، أقصد مكانا تحبه في الطبيعة، وأجلس فيه بهدوء لمدة 3 ساعة. حاول أن تفتح حواسك جميعها لتصغى إلى الأصوات وتشم الروائح وتشاهد كل ما حولك من تفاصيل الطبيعية، وتستوعب أي مشاعر تنتابك وأي أفكار تخطر في ذهنك. إن الفترة التي نمضيها جالسين هكذا في بقعة طبيعية محددة تجذبنا، ويفترض أن تزداد مع الوقت حتى يتساوى عدد دقائقها مع عدد سنوات عمرنا. المشي بأقدام عارية في الطبيعة، اخترع
منطقة محددة تحبها في الطبيعة، وامشي حافي القدمين فيها لمدة ربع ساعة. امشي ببطء وانتبه إلى كل الأحاسيس والانفعالات في جسمك وارتباطها بأفكارك وأفعالك، ثم حاول أن تمشي بشكل أسرع. ويمكنك أيضا أن تتأمل خلال المشي، استلقي على ظهرك في الخارج، استلقي لمدة 10 دقائق على الأقل على العشب في الطبيعة، واكتفي بالمراقبة وبكونك جزءا من العالم الطبيعي. الخروج إلى الطبيعة من دون هدف مسبق، اخرج من المنزل ومنح نفسك ساعة للقيام بما يخطر ببالك في أرجاء الطبيعة. أطلق العنان لنفسك ودعها تنجذب إلى المكان الذي تريده وتكتشف أرجاء الطبيعة. قد تختار مثلا أن تقضي ساعة وأنت تراقب النمل، أو تتسلق الأشجار، أو تتبع حيوانا ما، أو تراقب الطيور، أو تتسلق التلال. المهم أن تقوم بأي عمل يروق لك في أرجاء الطبيعة، مثلا قطف الثمار البرية وتناولها. هناك دائما ثمار برية يمكن أن نقطفها ونتناولها. إن القيام بذلك هو طريقة مباشرة وفورية للتواصل مع الطبيعة. كما ينصح كل من يملك حديقة في منزله بزراعة الأعشاب العطرية والخضار، فقطفها وأكلها واستخدام أوراقها في تحضير النقيع واحتسانه يعزز الرابط بينه وبين الطبيعة. الجلوس أمام نار مشتعلة ليلاً، اجلس وحدك أو بصحبة أشخاص تحبه ليلاً على شاطئ البحر أو أي مكان آخر، واشعل نهراً، استرخى واستمتع لصوت الخشب وهو يحترق، وانظر إلى لهيب النار وتنشق رائحة دخان جميلة. المشي الشافي. عندما تواجهك مشكلة ما، صوغ سؤالا بسيطا بشأنها، مثل إلى ماذا أحتاج الآن؟ أو كيف يمكنني أن أتخطى هذه التجربة الصعبة؟ ثم أخرج من المنزل وتوجه إلى المنتزه أو الغابة أو شاطئ البحر أو إلى أي مكان في الطبيعة، واكتفي بالتنقل في أرجائه. ثم أطلق ذهنيا السؤال الذي صغته بشأن مشكلتك، ودع الطبيعة تلهمك إلى الحل. تابع التجاول بسرعة التي ترتاح فيها، ولا تدخل في الأحاديث أو تتفاعل مع الآخرين الذين يمكن أن تقابلهم. السباحة واللعب، ليس هناك أمر ينعشنا ويوطئ علاقتنا بالطبيعة أكثر من السباحة في البحر أو النهر أو البحيرة. أما اللعب في أرجاء الطبيعة فيجمع بين فوائد الوجود في البيئة الطبيعية والحركة واللهو. وأخيرا وعند النهاية، أتمنى أن يكون قد استفدت من هذا الموضوع المتعلق بفوائد الطبيعة في حياة الإنسان، وإلى اللقاء.